شهر رمضان المبارك نرى اكتظاظ في محطات نقل البرية للمسافرين ما بين الولايات. هذا الاكتظاظ بسببه ماذا؟ عدم توفر وسائل نقل كافية للمستهلكين. الآن بالانتقال إلى داخل الحافلة وعلاقة المستهلك وعلاقة قلت علاقة المستهلك وعلاقة المواطن الكريم بوسائل النقل، هناك عدة حقوق يجب أن يكون على دراية بها المستهلك ويكون على علم بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق في التذكرة والحق في جلوس في مكان مخصص. انطلقنا من فكرة الأمن والسلامة، يعني هي الأمن والسلامة وتوفر وسائل النقل هي أهم الحقوق التي يتمتع بها أو التي يجب أن يتمتع بها المستهلك في مجال قطاع النقل والمواصلات. عندما نرى كثير من وسائل النقل التي لا تزال تعمل لغاية اليوم لغاية يومنا هذا، ما حتى سواء داخل الولاية أو حتى ما بين الولايات، وهي تفتقر إلى أدنى شروط الأمن والسلامة، وهو ما يترجم من خلال حوادث المرور المميتة. صحيح. يعني هناك عائلات بأكملها سقها المستهلك الجزائري في العديد من الأحيان، وقد وصلتنا نحن في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه العديد من الشكاوى في هذا السياق، موثقة بوسائل الفيديو أو بالصور، وتم التواصل مباشرة مع الأجهزة المختصة سواء كانت الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الإدارية للوقوف على هذه المخالفات ووضع حد لها. الأكثر من ذلك هو يعني أيضا من النقاط المهمة يجب أن يعلمها المستهلك بأن النقل من مسافات بعيدة جدا، هناك حق من حقوق المستهلك وهو حق تبديل السائق. يعني عندما يكون هناك نقل من مسافة إلى مسافة بعيدة حددها القانون بمسافة معينة، يجب هناك تبديل السائق، لأن السائق هو إنسان بشر. صحيح. يعني يتعب من خلال ممارسة مهنة السياقة من مكان إلى مكان، وبالتالي يجب تبديل السائق. يعني نظام مناوبة. نعم بطبيعة الحال مناوبة، وهو للأسف الشديد غير معمول به. أكيد. نقطة جد هامة في هذا السياق والتي تعتبر من جهة هي واجب ومن جهة أخرى حق، وهو ماذا يتعلق الأمر في التبليغ عن المخالفات التي يراها المستهلك يوميا في مجال قطاع النقل والمواصلات، من خلال وجود ظواهر سلبية، من خلال عدم وجود وسائل نقل كافية، من خلال وجود مظاهر سلبية داخل وسائل النقل، من الحرمان من التذاكر، من الحرمان من الجلوس في أماكن لنقل المسافرين. هذه كلها يعني مخالفات يجب على المستهلك الجزائري، بل هو من أحد أهم واجباته التبليغ عن هذه السلوكيات السلبية. السؤال الذي قد يطرح، كيف يمكن التبليغ عن هذه السلوكيات السلبية؟ طبعا المنظمة في بداية الأمر أبوابها مفتوحة دوما للمستهلك الجزائري للتبليغ عن هذه المخالفات عبر موقعها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو رقمها القصير 3.